يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل شخص المسجد وقت النهي فهل يصلي ركعتي التحية؟ هذا محل خلاف، إن صلى فلا مانع وإن جلس فلا مانع، لتعادل الخلاف في هذه المسألة بين العلماء. نعم، مع أن تحية المسجد ما هي واجبة، سنة ما هي واجبة. حتى لو دخلت المسجد في غير وقت النهي وجلس ما يحرم عليك هذا، إنما تكون تاركا لسنة. نعم.